بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يلا دلوعة جمادي، جمادة دلوعة، جمادة دلوعة، بسم الله الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، الله يبارك لك. افتح لعمك نور المكتب واعمل شاي، خش انت. الله يبارك لك يا دلوعة، الله يبارك لك. الله يبارك لك يا دلوعة، الله يبارك لك يا دلوعة. يلا جمادي، جمادة دلوعة، الله يبارك لك يا دلوعة، الله يبارك لك. يلا انا قلت لك الفرصة دي هتولد النهارده. طول السر ما نزلتش من بطنها يا ركزي.
شفت عشان كده النهارده قلت لك افرد لغش. انا خد بالك سبحان الله اي حاجه تولد في اليوم قلبي يحس ان هتولد. قلت لك افرد لغش النهارده. قبل كده برضه كنت لسه حاسس قال لي الكلب ده هتولد سبحان الله يا رب سبحان الله. البتاع اللي عامله زي الحل ده فيه وهي مش جايه من الوقت. مين؟ الكبيره؟ هي مش جايه من الوقت. ليه بقى؟ عشان صرته. ما دي لو شديتها هتقطعها يبقى خد هوا كده. انما هي بتسيب لوحدها. اللي عامله زي الحبل بتاع. طب هتفضل متعلقه فيه؟ لان الفوفه زي الحبل كده. طب هتفضل متعلقه فيه؟ لا هي هتسيب بس ايه؟ هتفضل متعلقه فيه هي هتسيب بس مش هيفضل حته صغيره كده. قد الصبح كده بس سبحان الله عشان دم كده ما اهدها هي عشان تقوم لما هي تسيب لها تحسبني سيب صرته مش المفروض ما تجيش ما تاكلش ده؟ لا تعالي تاكل اظن ما تعرفش ناكل ولا نتعب دلوقتي؟ لما اروح عندها اتعرف لما رحت انت هتشوفها ازاي دلوقتي عشان عليها الكيس الابيض ده اظن شويه ويوقف شويه ويوقف نزل ما نزلش بس هو لا لا سبق الله يحرسك من العين دلوعه انا كده المفروض ان احنا نخش على بكره
احلى مسا عليكم يا جماعه. تعالوا نقول كلنا بسم الله ما شاء الله. طبعا دلوعه كان ناس كتير نفسها تشوف وهي بتولد. طبعا الحمد لله عرفت اصورها وهي بتولد. ربنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكل واحد عنده حاجه زي كده. ويا رب دايما كل الناس اللي معانا على قنواتنا تشوف الخير وتشوف الرزق يا رب. ومحدش يا رب يجي له اي حاجه وحشه. دايما كلكم تشوفوا الخير. طبعا انا صورت لكم اللقطه دي كده او الحلقه ديت بالعافيه والله. يمكن يكون بالصدفه ان انا شفتها. جريت بسرعه جبت التليفون صورت بيه علشان الناس برضو اللي معانا على القناه كان نفسهم يشوفوا حاجه زي كده. وناس كتيره بتنبسط بالخير لما بيجي طبعا. ومعروف ان الخيل خير طبعا. بسم الله ما شاء الله اهو. دلوعه انت شنو هيك الليل؟ يلا دلوعه بسم الله الرحمن الرحيم. يلا قوم دلوعه يلا سيبها سيبها براحتها براي. يلا ايوه كده بسم الله ما شاء الله. خير قال يا ابراهيم رجليه ليه مربوطه عصب ليه مربوطه عصب عشان يمشي ده عنده عصب رجل واحده يعني رجل واحده وفوق الركبه كده دلوقتي دلوقتي ولا كمان شويه يعني مش شرط يا ابراهيم الله هذا هذا مربطوه يقول لك ايه يبقى عصب جامد كده مش مرخي مش مرخي كده مؤاخذة كنت بشوف اعتمرت على المؤاخذة بص يا ابراهيم سبحان الله تعمل ايه مع بنتين؟ شكلها انت يا ابراهيم ايوه بسم الله ما شاء الله لما تمشي في الحيز في حالها هتبص لها جامد طول بسم الله ما شاء الله شكلها انت يا طلع لابوه طلع لابوها في نقصة بضفة لامه فضاء هو عند الكم ورا لا ترضى عندي ترضى عندي على طول دلوقتي زي ما قلت لك بالسيارة بس انا عاوز نغطي وانا دي صح الصقعة يبقى نجيبه من شمال الأصل نجيبه من ناحية كده نسحبه هنا بنصبه عاد ولا لو نزلنا بحاله من فوق لتحت كده لحد الباب خداها بحالها كده بالظبط كله لك عليا الصوف وانا اللي هتيجي تخش اقول لهم يا جماعه اللي عليها ظروف ما تدوسش حرام تمام اسكت بقى براي بص بتحاول تقومها لا 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 تصور
لا سيبها 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 ابراهيم، هي براحتها خالص، سيبها على طبيعتها كده. الحاجه لما تولد طبيعي تكون احسن ما حد يتدخل. طيب تحياتي لكم يا جماعه، وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم، وانا عارف ان ناس كتيره مستنيه الحلقه دي. تحياتي للجميع، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، واظن بقى ما تستخسروش فينا اللايك يا جماعه بمناسبه الحلقه دي. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.